جرى لك يا سعدون؟ عمرك ما كنت ضعيف كده؟ الأرض كانت تهتز من تحتيك وانت واقف تتفرج، والخوف عمره ما عرف سكة قلبك. فوق فوق يا سعدون، فوق. دي ألف من ليه طار عندك، لو وقعت محدش حيرحمك، وأولهم زعفران. أنت زيرك لو انكم مني انا هوريك يا سعدون. وبقيت سعدون اللي الناس تخاف من خياله. ايه اللي حصل لك؟ فوق يا سعدون، فوق من اللي انت فيه، فوق. مالك يا سعدون؟ ايدك بترتعش وخايف ليه؟ سعدون ما ارتعش، فاهم؟ لساك راكبك الكبر، دايما اللي على راسهم باطحة خايفين كده. تعز يدروك ارجع الحق لاصحابه. كان حد قالك اني ظالم؟ وخيانتك ليا ورميتي في السجن مش ظلم؟ استغفر ربنا يا سعدون. انا راجل درك وامن الخلق في رقبتي، ولو اخوي اجرم انا اول واحد ارميه في السجن. كلمتين حافظهم وبتدار وراهم. انا جاي لك هنيه عشان اكشفك قدام نفسك. انت ما تعرفش الامن قدام مصالحك، وبتنسى الامن قدام الكبار، وتلفق التهم عشان ترضيهم. والضحية مين؟ الناس الغلابة اللي لا حول ليهم ولا قوة. انت خلاص يا سعدون انتهيت، وحكايتك فاتة وانهي. انت بتهددني يا زعفران؟ لو انت راجل صح تطلع بحقه وحقيق، وانا اعرفك نفسك. اشترك الآن وتعالوا نشوف جديد رمضان مع المجد، مع باقة من العروض المميزة والحصرية. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.